تختلف ردات الفعل بين البنت والشاب؟ لا شك طبعا، هلا حسب الموقف وحسب الشاب وحسب البنت تختلف. طبعا تختلف اكيد اكيد. هلا بيرجع للجنس وبيرجع للتربيه والبيئه. هلا دائما الصبي اذا اجى بعد ما تكون البنت جايه بالاول بيجي طبعه هادي، اما اذا اجت البنت بعد ما يكون صبي ولدان اول بيجي طبعه شوي مشاكس اكثر، وبيرجع لتربيه الام والبيئه المحيطه. الشاب بجوز يكون عصبي هالقدي، البنت اهدى. الشاب بيكون اكثر انفعاليه من البنت، البنت ممكن تنفذ حالها بالبكاء مثلا، بس الشاب ممكن يكون اكثر عقلانيه يعني من البنت. لو كنتي انت مكان معين وتعرض شاب او بنت لموقف عصبهم، فكيف تداركي فينا نقول ردات فعله؟ هلا بدا الاهل لازم يكونوا حكمه بهذا الموضوع، يعرفوا شو الشيء اللي زعجهم ويحلوه بطريقه انه شويه تكون عقلانيه، عرفتي كيف؟ ما يكون انه بمحاسبه او بخناق، لازم يستوعبوا الموقف بعدين يحاكمون. هلا بتحاول انك ما ترد فعل رد فعل قويه كثير، يعني ممكن هديهم حسب الموقف، ممكن هديهم انا يعني. والله بدي بموضوعيه بدي اتعامل معهم. لا شك في ردات فعل بكون قاسية جدا، بس في ردات فعل فيك تستوعبيها، مثل ما بيقولوا الواعي الكبير بتسأل بعض صغيره.